اسمي رياض حسين من مصر. مش أي حد يلعب كرة القدم، قوة سرعة فكر في الملعب، المنافسة شرسة. الشيء الوحيد اللي يخلينا نربح الفريق الأزرق نكون متحدين. بلدي سيناء اللي تعاني من حرب، وإن شاء الله راح أبسطهم في فيكتوريوس. اسمي حمزة نواس، لعبت كرة قدم ما عندي 7 سنوات. كنت صغير ألعب في الشارع. لا، كرة الشارع ما تسمح لك تلعب في ملعب كبير، يعني بعد تمارين سأكون لاعب حقيقي. أنا اسمي محمد أشرف محمد رمضان، شيربي مارسيلو، عندي 19 سنة، جاي من مصر، وحالياً بنادي الداخلية كابتن فرقة بقالي 11 سنة. الفوتبول يعني مش بيأثر عليا في تعليمي، بل دي حاجة تحفزني إن أنا أبقى مثقف وأبقى لعيب كورة كبير إن شاء الله. اسمي عمار أمين عبد اللطيف، من السعودية، عمري 18 سنة، في البيت ينادوني عموري. أنا لما كان عمري 4 سنين الوالد كان يلعبني كرة القدم. فيكتوريوس هو الأمل الوحيد عندي حالياً إني أحترف برا في أوروبا، وبإذن الله أنا قدر. جواد حميدي، 21 سنة، من المغرب. فوتبول ماشي لينا في الدم. أنا من كان عمري 5 سنوات بديت الكرة. أنا جاي لفيكتوريوس باش نرفع رأس بويا ورأس العائلة. اسمي خالد عصام، من الأردن، عمري 19 سنة، وكنت ألعب مع المنتخب الأردني. يعني هلأ انطلقت المنافسين، صار ما في مزح، صار كله جد، فقد ما تتعب قد ما راح تصير. اسمي محمد عبد اللطيف صالح محمد. أنا قبل بأولد بشهر الوالد توفى، كان بي الله يرحمه راح يحاكي أمي يقولها أتمنى يكون عندي لاعب كرة قدم. فيكتوريوس بداية حياتي، وإن شاء الله أكون حسن ظن جماهيري وعائلتي إن شاء الله. أنا اسمي أيمن السيد الغباشي من مصر، تعاملت مع ناس مشهورة جدا من بره مصر، ودي خبرات بتزيدك عن الناس اللي جنبك شوية. هموت نفسي أنا عشان خاطركم وعشان خاطر أخويا. لازم أكون كل ما أطور نفسي عن الأول، لأن الغلط مش مسموح.